قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام يا بنتي. من العايدين. فايزين، كل عام وانت بخير. ما انت بخير. السلام عليكم جدي. يا هلا يا هلا بنتي، طيب الله بخير. الصحة والسلامة. ما شاء الله. العايدين. فايزين. يلا حي بناتي. الله يحييك. وين العيديات؟ أبي سلم بالعيديات. وش أخبار العيد؟ تمام. خجل بالبسكت هذا شكله حد عجيب. صح؟ أنا زمان مشتهي. والله من زمان. سويت ثاني. عفوا يا أحد أخ في العالم. أيوة وش الأخبار شبلون؟ لا. هلا وسهلا مبشور. جالسين تاكلون. تعال تعال. تعزموني. استناك. يا هلا وسهلا. من العايدين. من الفايزين. يلا يلا جرب هالبسكت ترى حد عجب. دامك عزمتي على البسكوت. نكون على براد قهوة. ما شاء الله. عساكم بخير. الحمد لله. والله. ما شاء الله شكرا الترحيب. ما كأننا متهاوشين أمس. استر استر على ما واجهت. خلاص يا شباب عيد ترى اليوم عيد. عاش عاش ابو منصور. الله تصدقين اللي اهتم ابو منصور حسيت كبير. كفو. ناكل الحين البسكوت لحده عجيب. الله كيف صار المسجد؟ والله رهيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. سلام. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يا عيالي. منا ومنك يا جدي. منا ومنك يا جدي. للفايزين يا شباب. للفايزين عم. للفايزين. كلوا على قولة مروان حد عجيب. الله يصلحك. الله يصلحك. تقول الحلاوة ذي؟ لا بس 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 بس. اوكي بس القطو. اضحك يا جدي اليوم. صب لي سام صب لي القهوة. ابشر. صب لي القهوة. يا جدي احلى قهوة. تسلم. هذا يا يبا ابو قهوة. سام سلمت. هنا ايوه. كيف الحال؟ السلام عليكم. السلام. قوم يا ذيبان حط الجدار حط الجدار بسرعة. داوم. اي والله مداوم. دوم يا صباح العيد. اي والله حطوا علي الشباب قالوا لازم تداوم انت قلت ماكو شغل. الله يكتب اجرك. عمي جدك ما راح تعيد معانا. والله حظي مرتين اداوم وقت العيد. وانتم حلال عليكم العيد. تعيدون تستانسون تنبسطون عادي. الله يحفظك يا ولد. الله يحفظك. والله عيد يا عمي ما راح يكمل بدونك بس عادي. الحمد لله. يكون خير. عادي ياخذ بدال معي. سمع لا اخذه ما يخالف ما يخالف ما يخالف. حق مين هم؟ مشي تاخر مشي تاخر حق المشب؟ اي خلاص ترى اذا نسيت السياره نزله. مسؤول عن بسام. يلا انتبه على الطريق انتبه. ان شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. والله جد عمي يتعب صدق. يا بسام بسام الصلاة وانا مو تأخرنا يا بسام ولد بسام تسمعني؟ هلا هلا شتا الغيبوبة يا ولد قوم الصلاة الصلاة تأخرنا يلا اصبر شوية شوية بسام وانا ابوك الناس بيصلون عجل طب شوية شوية بس شوية وش اللي شوية شوية ما تسمع انت؟ شوية شوية الصبر الصبر قوم صاحي ولد ما تقوم الصلاة ولا شعلت مويه عجل شفيك مقصر طيب روق شوية
والله مو صحيح. بسرعة خليك وراي يلا. ابشر وراك وراك وراك. ابوي عيوني ما هي راضية تفتح. لا يطقني الحين. استغفر الله العظيم. أبو أحمد، حشوف جماعة المسجد شويين اليوم. تعرف صلاة العصر يوم العيد عقب رمضان الناس تثقل بنومها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ذا قالوا لك الناس بغيبوبة يوم العيد. أنا أقول غاديهم إن شاء الله مصلين المسجد ثاني، واللي راحت عليه نومه غادي إن شاء الله مصلين ببيته. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. الله يهديهم. آمين الله يا رب يهديهم. آمين. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.